اليوم حديثنا راح يكون عن منصات الإعلام الاجتماعي. هدف هذه الدورة هي دورة مكثفة في تمكين الشباب اليوم على استخدام العمل الخيري وتوظيف الإعلام الاجتماعي خير استخدام. هاي احنا هون سفراء لكل دول، بننقل خبراتنا من خلال هاي المنصات. عرفنا ايش هي بالترتيب هاي المنصات، سواء كون من الفيسبوك انتهاءا بالتليجرام، وهاي المنصات مدى فاعليتها داخل المجتمع. فالأمة بشبابها.